مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان. مع حضراتكم من محافظة الشرقية، احنا تحديدا موجودين امام مدرسة احمد عرابي الاعدادية بنين هنا في مدينة الزقازيق. بنرصد لحضراتكم اراء طلاب الصف الاول الاعدادي للفصل الدراسي الثاني حول امتحان مادة اللغة الانجليزية النهاردة، واللي اشتكوا من صعوبته. هنشوف اكتر، هنسمع اكتر من الطلبه هنا عن الامتحان كان عامل ايه النهارده. زيكم الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ كويس الحمد لله، كان سهل. امتحان الانجليزي بقى كان سهل الحمد لله، نص نص. ممكن بس نسمع الامتحان كان عامل ايه؟ كان نص نص بالجراف، بس كان تقيل شويه، بس الحمد لله. لا ما كانش صعب. كان جاي ست أسئلة. كل سؤال فيه كل سؤال فيه خمس أسئلة. أيوه. على التلفزيون. الانجليزي برضو كان الباراجراف هو اللي واقف قدام، بس الهندسة كانت سهلة جدا. بنحميك لمصر، بنحميك لمصر. انا كان صعب شوية، بس الباراجراف كان تقيل برضو. مش عارف صح، بس هم مش كتار قوي، بس هم اسئله سهله. الاسئله سهله، اما الباراجراف اللي كان صعب. خمس اسئله قد خمس اسئله. الامتحان كان سهل جدا، كان يعني اللي وقف قدامنا هو الباراجراف بس. الامتحان كان سهل، بس اللي وقف قدامنا هو الباراجراف. هو الباراجراف اصعب حاجه جت. اصعب حاجه. متوسط. تمام. طب اصعب سؤال غير البروجلاف قدامك كان ايه؟ القطعه. خدت وقت تفكير كتير يعني، اللي هو دايلوج يعني. نص ساعه. خدت منك وقت تفكير نص ساعه علشان صعبه. يعني سبتها بقى ورجعت الاسئله ثانيه، وبعدين رجعت لها ثاني في الاخر. لا انا وقفت، انا وقفت اكمل فيها. قلت واقف عليها نص ساعه. تمام. طيب الوقت كان كافي بالنسبه لك، ولا كنت محتاجه وقت اكتر بالنسبه للمعلم؟ لا هو كان كافي. امك شافتها خلاص يا علي. يا اما صباح الفل. الامتحان كان سهل وكان كويس، وكان في وقت كافي ان انا احل، بس هو الباراجراف وقف معايا حبه، بس حليته. والقطعه كان فيها كذا سؤال. والقطعه كان فيها سؤال او اتنين بس هما اللي وقفوا معايا. شايف الوقت كان كافي بالنسبه لك؟ كان كافي. ايوه يا علي، كنت معاها. سلام عليكم يا علي. كلمت يا عم الاجابه على انهي، على اللي يا جدعان، على حسين، على امتحان، على كتب اللي هي المدرسه ولا واقف ولا كتب الخارجيه؟ يعني ساعات ده وساعات ده. في حاجات بتعتمد على عامل كتاب المدرسه، وفي حاجات بتعتمد على عامل كتاب المدرسه. عايزين حد تاني مش كده؟ انا حد يكون ملتزم. انا ماشي، انا ملتزم، انا ملتزم، حتى كتب الخارجية. طيب حسيت ان الاسئله جايه اصلا من انهي لا لا، من كتب اللي هي المدرسه. نعم، من كتب الخارجيه. الخارجيه. طب انت اصلا كنت منهج قبل الامتحان؟ طب حسيت ان في اسئله خرجت عن المنهج الدراسي؟ لا كلها جايه من المنهج الدراسي. طب شايف الامتحان بالنسبه لك كان سهل ولا صعب؟ الانجليزي كان باراجراف بس هو اللي صعب. باراجراف. الباراجراف. الانجليزي باراجراف هو اللي كان صعب. اكيد بتتكلم شويه. خدت وقت التفكير فيه على ما انت.
وحليته صح؟ حاسه ان انت حليته صح ولا نص؟ متوسط. لا متوسط. انت حليته متوسط يعني؟ ماشي. ربنا ينجحك. لا لا على المدرسه خليك. قولي بقى انت بالنسبه لك انت شغلك الاول. طيب على المدرسه الحق. طيب بالنسبه لك بقى الامتحان كان عامل ايه؟ والامتحان كان سهل بس كان في سؤال في القطعه كان صعب شويه، والباراجراف كان مش صعب خالص، بس يعني هو لو كان حافظه، لو حافظين الكلمات والجمل كان يكتبوه صح. يعني انتوا الباراجراف والقطعه بالنسبه لكم هم اصعب الاسئله؟ أيوة. اللي جت في امتحان الانجليزي. ايوه. اخذت منك وقت في التفكير بما انك بتطلع الاول بقى وكده ولا حليته بسرعه؟ لا برضو اخذ منك قلب نص ساعه. انت حليته في قد ايه؟ يعني مش حددت الوقت بس اتاخرنا شويه بقى ما قرينا وفهمنا الاسئله وكده. انت حسيت ان الاسئله كلها جايه من المنهج الدراسي؟ اه وكل الاسئله كانت تعبت علينا قبل كده وكل حاجه. انا طلعت وي 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 انت شفتني وي 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 استنوا يلا يلا مشاهدي ومتابعي موقع وجاية اهل مصر، زي ما حضراتكم شفتوا رصدنا مع حضراتكم تباين لاراء طلاب الصف الاول الاعدادي.